مساء الخير مجددا، انتم في الاستماع لموزايك فام، برنامج سرك في بير. ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير. الو، على السلامة ألو، خويا علي. مساء الخير، أهلا بك خويا. صح وينك خويا؟ صح لاباس مرحبا وجدي، قداش عمرك وبيك يا عايشك؟ وجدي؟ عمري 24 عام 24 سنة. مرحبا بك يا وبيك وجدي. عايشك خويا. مبروك اشتعمل ما في عملت خويا علي. عايشك يا خويا، اشتعمل في الدنيا خويا؟ والله نخدم في شركة. تخدم في شركة، سافا الأمور؟ والله صباح الحمد لله، عندي 8 سنين اكسبيريونس مترسم لاباس. هاي سيدي، مرحبا بيك يا خويا. وبيك عايشك. نسمعك، تفضل. مرحبا بيك، شنو اللي مقلق خويا؟ اش تحب بي تحكي؟ هاني في بي الاستماع اني معك. اني تعرفت على طفلة تعرفت على في بنية تعرفت على بنية في عرس خويا في عرس 20 خوك، اوت في عرس خويا معناها من العائلة هي ولا من من العائلة، امها بنت العائلة؟ عم امي، فهمتني؟ باهي، قرابي يقولوا احنا. اي اما جيت ما نعرفوش بعضنا، احنا جيت قابلنا في العرس اول مرة معناها اي كي في قابلتها 20 شنو اوت. اللي حسيت كي قابلتها كي ريتها؟ والله يعني سافا معناها عادي، جيت سكك اللي اني عجبتها هي عجبتني، باهي سكينا هكاك معناها باهي قابلنا كل شيء. ومن بعده في العرس روحت هي لدارهم، هي بصفتها تسكن في بيت، مش انها تسكن في سوسه، هي تسكن في قروان. هاي كنا على اتصال، حبينا بعضنا، دامت علاقتنا 5 سنين 5 سنين كمان، مدة مع بعضنا، مدة طويلة برشا مدة برشا. طويلة. هاي تعدينا لحقوق مع بعضنا، المرة مع بعضنا هاي دي سوسه تعمل في الكيف وكل شيء، نقابله مع بعضنا، هاي جونا مش نورمال الحمد لله. بالحق، قصة حب عالمية. باي عالمية يا اخوي، ان شاء الله مش النهاية تكون عالمية. يعطيك اقوى من العالميه بتكون. باي هاي الحمد لله. ليه اقوى من العالميه في النيجاتيف مش في البوزيتيف؟ لا عاد في بالي في البوزيتيف، خاطرك ضحكت. ليه اش بيك في يا اخي، النيجاتيف جمله كيف دخلتها تبدل من بعضها بعض؟ عادي. يا 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 ليه باهي، من بعد الطفله اللي تعرفت عليها هنا دي عندها اخت، هي اختها تواما. هي واختها توامة. تواما به حاسين كي حكيت هي الاخت عليني وكل شيء، اختها حبت هيك كل الفضول، حبت تعرفني، اي قابلتني واختها، اختها الاخرى التوأم نتاعها الاخرى. تي باش تتعرف على العائلة معناتها، اختها وكذا. يعطيك الصحة اي بالضبط به، تعرفت عليها كل شيء، ولات اختها تقول لي سايبة عليك من اختي، اختي شنو هو؟ مغيرة برشا، شنو هو؟ هاي اختها هذه هذايا التوأم في نتاعها. 5 سنين هذوكم ولا في آخر ال5 سنين؟ هذه في البريود الأولانية اللي عرفتها فيها، أي إيه، كي قالت سايب لك سايب عليك عليك من أختي ودرش، قلت سايب لها عليك وكذا. وهما تمام، قلت لها ليه كيفاش معناها يعني عجبتني ديجا، وبعضنا وقت بريسك معنا عام كامل مع بعضنا معناها أي باهي. لأن سبحان الله بعد المدة هذيك هيك معناتها جات هي سوسك وقت عملت عامين باك وما نجحتش، اي عملت فورماسيون في سوسة لهنا تقرا معناتها قراية كيما قراية اللي قريتها يعني بالضبط. اي باهي كي دخلت تقرا كل شيء، هي معناتها بصفتها شر قراية وشر ستاج في جرون سيرفاس، اي بصفت يعني اكسبيريونس في جرون سيرفاس شيء، كلمت على شكون جوها باهي، تخدم المنظمة بقدرها معناتها حاجة باهية على الاخر اي باهي. طول المدة عملت اكسيدون، عملت هي اكسيدون. اي عملت اكسيدون في الفوايير اللي تسكن فيه، هي عفصل على سياق الكار، اي يمكن ركبت مسامر وكل شيء. صدقني يا خويا علي، الحاجه اللي غايظتني ليومنا هذا اللي هي اي كي عملت الاكسيدون، وقفت معاها بقلب ورب اكثر من اللي تتصور انت. اي مدين ومعنوين، تصور انا خدمتي شهرين ما نمشيش نخدم، وقفت معاه. وقفت معاها وقفه مش عاديه. اي الصباح نمشي يقوم 5 نتاع الصباح نمشي للسبيطار، مع انه الطاقم تاع نساء من باش ندخل يعني فهمتني، ونكلم هكا الفريم اللي نقرق بيها على الصباح وكل شيء فطورها. قمت بالواجب، قمت بالواجب فوالا، قمت بالواجب وزاده، وما عندي حتى مزيه، خاطر اني كنت حاسس بها بالضبط، الانسان هذاك حبيتها حب غير عادي. اي هيك وكمان هيك جونا به مريقل، خبرت لها انا وعدتها، قلت لها اخذر لي انت اول ما نوعدك اول ما تقف على شقيق تولي تمشي ديريكت نعملوا فيونساي. باهي، يعطيك الصحة على وقفك حبيتك معاها. تنزلها من المورال نتاعها، ما تحطش شيء في بالك، هاني واقفة معاك كذا، أول ما تبرى وتقف على ساقيك نعمل فيون ساي. إي تصور خويا علي، ثم امرأة مبيسة بحذاها في السبيطار. ما تعرفنيش المرأة كومبليتمون. إي خذرت الأم مرتي، وقتها أنا مرتي وقتها راني خاطب راني متكلم عليها، جوست صحاب تي وكاهرة. خطيبتك إي. يعطيك الصحة، خاصة المرأة الأم قتلها، قتلها بربي، شكون الطفل هذايا؟ بنتك تبدأ تبكي وتتوجع بساقها، الطفل هذا يجي وهي تفرح. اي قلت له والله ان شاء الله يكتبوا لبعضهم وكل شيء. كملنا هكاك به، جا ابوها ابو خطيبتي وقتها وكل شيء، انا ما نعرفوش ابو خطيبتي فهمتني، حاسيلو كي شافني واقفه معاهم وكل شيء، حاسيلو
وقل ولا يشكر فيا وكل شيء منه وكذا يعطيك الصحة وقفت مع بنتي ومنه ما ما عندي حتى مزية لاباس وكل شيء. خذرت أختها قدام العباد قحرت لي كما هيك وقالت لي يقوى عليك ربي فيسا أنت ملحمت روحك. إي علاش قالت هك؟ والله قالت لي هيك على خاطر ثم كل وهلا هي عندها الغيرة من حكاية أختها عندها الغيرة برشا أكثر من لازم. إي هيك وتوسط الحكاية كيف ومن بعد ولات أختها تعمل لي في برشا قلق. قلق من كل مره تعمل لي حاجه، مره تطلبني تقول لي هاي متعاركه مع ماما، مره هاي متعاركه اني وياها، مره كل مره موضوع. نفس الحكي حاسي برات خطيبتي ولسه ظالت النهار اللي تعرفت عليه انا، تعرفت فيها على خطيبتي 20 اوت 2013. اي عملنا فيونساي، ما انا وريت لي قصه حب قويه، عملنا فيونساي 20 اوت 2017. باهي. عملنا فيونساي وكل شيء برمجنا على معناتها الدات نتاع عرس. اي اللي هو الدات نتاع عرس نورمال اني قلت لك عرفتها 20 اوت 2013 خطبنا خطبتها فيونساي لبستها وكل شيء 2017 العيد الكبير هذا اللي جينا 21 اوت 22 اوت تبنى الزق نتاعي. معناها كل شيء في اوت في فينير دامور كما نقولوا فيها. فهمتك اي. باهي في اختها كما كل واحنا كل مره يتقدم ما كانش جبت روحي كومبليتمون من اختها هي حابه تحكي معايا كل شيء جبت روحي اختها كل مره يخطبها واحد وتبطل يخطبها واحد وتبطل. اي شنو دخلك انت في حكايه يخطبها؟ انا ما عندي حتى دخل. شنو هي هما كما كل واحد احنا يغيروا من بعضهم برشا. هي موجوده الغيره ما توصلش الى درجه اختها تجي تقول لك سايب عليك من اختي ودرا شنو وكل كلام وكذا وكذا. مش حكايه غيره هذه حكايه اخرى هذه. هذه وصلت لاكثر من العمل قلت لك كان باهي كمل ليه عميل قويه باهي كمل تو خويا علاء قبل عرسي معناها قبل عرسي بشهر محضر العرسي كل شيء. اي اختها كان خاطبها واحد يسكن في بلادها معناتها في حومتهم هي حومه ريفيه شويه هيك. اي خاطبها لبسها وذهب وكل شيء عم تكي بطلت هي وحدها بعث له ذهب وقال رجع لي ذهبي بعت له ذهبه اللي هيك حب يتشمت فيها كما هيك بعث ميساج خطيبها الجديد كما نقولوا احنا. اي باهي بعث لها ميساج وكل شيء قال له بعث ميساج لخطيبها قال له راهو هذيك كنت معي اني وعملت معاها وعملت 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 وعملت. بصفة اختها تكرهني اني وتفد مني اني وعندها برشا مشكلتها معي اني مش نورمال. كمل شو نقول لك من بعد. هي الغيرة اكثر من لازم قالت راهو وجدي هو اللي بعث لي الميساج هذاك. اي طلبتني امها قالت لي عرف ما يكملش ما يكمل حد شيء وانت اللي بعثت ميساج وتجي تستعرف بلي انت بعثت ميساج وتجي كذا وكذا وكذا. قلت لها اني ما بعثتوش الميساج نحلف لك بلي تحب انت ونوصل معك وين تحب انت. قالت لي عرف ما يكملش. قلت لها هذايا مكتوب يكمل ما يكملش مكتوب اما فاندي كونت اني مانيش نستعرف بحاجه اني مانيش نعملها. مشيت لدارهم غاديك حسيت امها ما قبلتنيش قالت لي ليه وما تجيش اجي انت وبوك وعمك وكذا واستعرفوا منه ومن نقطه يعني من باش نجي ونستعرف بحاجه اللي ما عملتهاش اللي ما نستعرفش. باهي معقول حاجه ما عملتهاش ما نقولش اللي انا عملت. ما نعرفش علاش باهي. مشيت انا وبابا حسيت له قعدنا مع امها نحكي كل شيء باهي. خذرت امها تحكي على ابوها قالت له راه يضرب فيها ويسب فيها وما فما منه حتى شيء صح هيك وليك. بوها قال لها مثالش معناتها مازالوا صغار وتعرفوا على بعضهم وكل شيء بالك تو بعض هو يهدي ربي يهداها ربي وكذا. معناها امها عملت البوسيبيليتي باش تفرقنا خاطر بنتها اي عملت بالعاني باش تفرق حسب ما فهمت. انا ما نكذبش عليك خويا علي هي 5 سنين حب ونحبها ويعلم بيا ربي انا كيفاش معناتها لميت الفلوس باش انا حصلت على الرزق فهمتني. اي باهي قلت اني كهو هذاك مكتوب وحبس التويك باش تولي لي مشاكل وكل شيء. مرتي قالت لي ليه يا ولدي خلينا نكملوا بعضنا احنا نحبوا بعضنا وهي حابه تفرقنا احنا نعملوا بوسيبل باش نكملوا مع بعضنا. اي كملتوا مع بعضكم ولا؟ انا قلت والله العظيم كي نعمل بوسيبل الطفل هذه من اخوها من اخوها. اي ايش عملت؟ باهي كملنا كل شيء كلمتني بوها وخالها وعمها كذا 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 خويا كمل لي عرفت امورنا من رجله. اي عرفنا جونا به. اي الحمد لله. بعد العرس بعد العرس من با شهر معناتها عرس عملته عالمي معناتها 25 سنه ومرت 23 سنه عرس باهي اون بليس ثاني بداري معناتها لاني كنت لحد شيء. اي اي صار ونخدم مترسم ونخدم مسمارتي حيد جوي باهي منظر. ايش صار ايش صار؟ شنو اللي صار؟ مرتي ام مرتي ولات يومين تكلم فيها. ام مرتك شبيها؟ ام مرتي ولات تكلم في مرتي يومين. اي عادي يومها تكلمها. باهي لا تكلمها كيما نقول احنا انا نخلي مرتي لاباس بها كل شيء نروح من الخدمه نلقاها تبكي. اش بيك تبكي؟ تقول لي راهي كلمتني ماما اليوم ايه شنو المشكل؟ امها شو تقول لها؟ تقول لها انسى باش نجيك انا لك الدار هذيك. وانت انت كي تحديتنا من خلال الانسان هذاك انت ديجا قطعتنا انسى باش نجيك غاديك الجمله.
اي مرتي ولات متأثرة وتبكي، ولات عيشة نتاع نكد ومشاكل. حكيت مع مرتي قلت لها 100 تالي تو بشوي بشوي تصلح العلاقة كل شيء، كل ما نحب اني نكلم امها امها تعرض لي. لا اي الحق نتاع ربي نسيبي باهي معايا مش نورمال، معناتها ابو مرتي باهي معايا لاخر لحظة يقفوا معايا كلي بالضبط. من كثرة المشاكل وكل شيء ولات مرتي كما نقولوا احنا كي نتلفش انا وياها بالتليفون ولا بدي نخدم ولا حاجة نروح ما نلقاهاش في الدار. وين مشيت كذا كذا روحت اي لدارهم، وين نجي نحكي مشيت معاك الدار باي. لدارهم نجي نحكي قل معاك لك كل قبل ما الامهات. تمشي ولا تمشي ومن بعد تقول لك ما تقوليش جمله تروح لدارهم نروح نلقى الدار فارغه نطلبها وينك روحت لدارهم ما عادش راجع. علاش فما نفس الحكايه نمشي لدارهم كالعاده نبدا نقرق يا بنتي روح شعملت لك يعني ضربتك بو يقول له ضربك مسك سبك كذا تقول له لا اني نعيش غاديك ما عادش نحب نعيش غاديك. نفس الحكايات ديما تتعاود لي معناتها يعني بريسك 4 شهور ما تبقى معرفش اي بس بعد ساعة اكتشفت اللي مرتي عاملة بيه قضية نتاع نفقة من الشهر الثاني نتاع العرس. برات وما قالت لكش. وما قالت لي باهي صدقني خويا علي اني قلت لك في اللفا اني تغيظني روحي على خاطر هي وقت اللي عامله الاكسيدون قالت لي نحب في الفيونساي نحب هكا وهكا وهكا مشيت اقوى من جهدي. في العرس قالت لي نحب هكا وهكا وهكا مشيت اقوى من جهدي. عملنا بريسك كذا جمعات في جربه جونا باهي منظمين دللتها حاجه اللي تغيظني توا معناتها كيفاش اني دللتها وصلت عملت معاها عميل مش نورمال في البليس. ومن بعد هذا كل عملته فيا قضيه في النفقه وانا نخدم وهي وطلبني بابا قال لي اجا هاي جبت لك عاد النفس شفت تبشع. وعلاش هذا الكل؟ هذا الكل ليكي على خاطر معناتها الكبش هم في سيناريو نتاع اللي انا بعثت ميساج لاختها على حكايه هذيك ولوا يقارنوا في اني بخطيب اختها جديد. لا تجوز المقارنه نورمالمون. وليت خويا عليه وليت امور ماديه شفته هو عمره 45 عام واختها ديجا عمرها 24 عام وعنده كاميون كوم كوا هكا ويخدم هكا في شركه قويه وكذا وحكايات معناها معناتها 5 سنين حب قرناها في لحظه من اللحظات بالماديات. وين وصلت انت ومرتك سامحني؟ وين وصلت؟ وصلت للطلاق. عليه؟ ما كتبتش معاها حتى حل. معليش هذا كل نهايه معناتها غير طبيعيه معناتها ما فماش سبب مباشر غير علاقتها مع امها اللي تبدو علاقه معناتها زايده شويه على حدها. بغض النظر على بعض التجاوزات في حقك انها تخرج وما تقولكش ومن بعد تقولك ترفع قضيه في النفقه من الشهر الاولاني نتاع العرس تبدو ان هي مبيته من الاول معناتها فهمت؟ علاش هذا كل صار؟ علاش؟ هذا كل على حكايه اختها معناها كما نقولوا احنا اختها كبشت الحاجه هذيك هي قد هي معناتها كما نقولوا انا جبت روحي كسرت المشكله مع اختها وكل شيء انا جبت روحي من دارهم كومبليتمون. معناتها انت تحب تطلق ولا ما تحبش؟ انا ما نحبش نطلق. حكيت مع مرتك مشكله فيش اللي مرتي ما تحبش تزد علي التليفون كومبليتمون جمله. هذه الحاجه اللي دوختني انا شدت انا قبل وشكون يرفع قضيه في الطلاق؟ ان هي لا انا رفعتها قضيه. يا عاد انت كيفاش ترفع قضيه في الطلاق وحاجتك بمرتك سامح؟ لا ما لقيت حتى حل. انا قلت لك اكثر من شهر ولا شهر ونص وانا قلق بها اجا روح اجا روح ما حبش تروح. ومن بعد انا نخدم هي جات هزت البشع. انت كيفاش تحب تطلق؟ كيفاش تحب ما تطلقش مرتك؟ انت ما تحبش تطلق وانت اللي رفع قضيه في الطلاق ما تجيش. ما لقيت حتى حل. انا قعدت وحدي في الدار ما لقيت حتى حل. امشي احكي معاها امشي احكي معاها المراه وفض الحكايه بينك وبينها يهديك وما يتدخل حد في الموضوع ما دام مشاركه في العائله وامها تتدخل واختها تتدخل. امشي احكي مع مرتك راس راس. حكيت معاها رافضه انها تحكي معايا كومبليتمون جمله جمله جمله. شنو هي السبب بتقول لك؟ شنو هي تقول لك السبب؟ شنو هي السبب؟ هي ما قالتليش بالديريكت اما حتى ما نفهم من كلامها اني اللي هو دارهم الكوليكي جايين ضدي. كي بعد ما عرس بيه جايين ضدك علاش عطاوك الطفله من اصل؟ به لحسب ما فهمت اني خاطر هي ثم حاجه متخبيه في الوسط. اي لحسب ما فهمت اني خاطر اني مرتي صارت علاقه اني وياها بل عرسنا بريسك بعام. اي فهمتني؟ صارت علاقة مع بعضنا وكل شيء، الحاجة هذيك بقات ما بيني وبينها. أي. وأني وقت اللي نهار اللي صارت العلاقة صارت معناتها كما نقولوا احنا بموافقتها هي بموافقتي أنا. يعني.
واني وقت شو اللي صاحب العلاقه موافقتك انت؟ موافقتها هي معناتها زيد. يعطيك الصحه، موافقتها هي معناتها، اي واني وقت اللي صارت الحاجه هذيك وعدتها، معناتها قلت لها معناتها مهما اي يصير راني ما معناتها هي راك مرتي من متفاهمين. الاخر. اعطيني ملخص الحكايه هذه، علاش حكيت هذه؟ هي علاش هي حاسه ما فهمت علاش عملت هكاك في قوه المشكله، حبت جوست هاكي ما صارت الحاجه هذيك، جوست هاكي عرفت امورها مريقله بعد شهرين هكي طلقت، علاش ما طلقت كم كوان نسيت له كل شيء. هذا تحليلك. ما يعني الحاسب اللي فهمته خاطر اخويا عليه ما فما حتى سبب ينجم اخر، يكون صحيح كما ينجم يكون غلط. خاطر ما فما حتى سبب اخر، صدقني دللتها مريقل معاها تطلب نعطيها زوها باهي، ما فماش علاش. اني يعني واحد تصور اخويا عليه ان ديجا مرتي مش اسمها معناها. واضح يا سيدي، واضح. ميرسي بوكو، جزيل شكرا ليك على المشاركة معنا صديقنا، أعطيتك فريمون متسع من الوقت باش تحكي وتفضفض وتقول اللي تحب عليه. يلا مازلت في استقبال مكالماتكم الهاتفية على رقم 71 113 1000 71 113 1000. ناخذ استراحة غنائية موسيقية وراجعين.